حبيباتي غنشارك معكم واحد الكيكه بالحامض. هانتوما القالب ديال الكيكه بطبيعه الحال راه مدهون. عندنا سنيده ما كنكثرش بزاف باش ما تجيش حلوه. عندنا كاس ديال الزيت دانون، واحد الكاس معصور ديال الحامض صغير، عندنا ثلاثه ديال الخمارات، عندنا جوج قرص زهر، واحد ربعه البيضات، قشور حامضه محكوكه، وبطبيعه الحال دقيق حسب الخليط. نبداو معاكم نشاركو بعدا. نبداو بالبيض، البيض ربعة البيضات، البيضات نديرو عليهم كاس ديال السنيدة، كاس نديرو كاس تاع السنيدة، كاس الزيت كاس السنيدة، نزيدو عليهم هاد العصير ديال الحامض هما القشور تاع الحامض محكوكين، نديرو كلشي بدقة باش نطربو. نزيدو هاد أرض زهر كتعجبني كتعطي واحد اللوكو زوين في الكيك. نزيدو عليهم كاس ديال الدانون. أنا لقيت عندي في التلاجة كيري، استعملت كيري ماعرفو كندير ديال البنان ديال يعني كتعجبني هذه ديال هاد السكر ديال الكوب كورن، الكوب كورن كتعجبني. نطربو داكشي غير عشوائي. دابا غادي نزيدو الطحين، نديرو كاس الاول نطربو مزيان. كاس الثاني انا ديما العبار ديالي كندير ثلاثه الكيسان. مقادير مضبوطه. دابا نزيد الخمارات، ما عندي القالب كبير بغيتها تطلع مزيان. كتجيب مذاق الحامض زوينه. خلطو مزيان، عزيز عليا نخدم بيديا. نحيدو هاد شتو كتجي رائعة الحمام. نجيبو القالب ديالنا، نخلو في القالب، القالب ديالنا بحال هكا ويكون الفران شاعل. أنا ديجا شاعلة على الخبز. شتوها هي دابا الكيكه ديالنا مصوبه. نحيد الخبز من الفران ونشعل عليها ونقص على 180 درجه ونخليوها تطيب ومن بعد نشاركها. من بعد ما طابت الكيكه ديالتنا ها هي، شوفوها كيف جات مع كويس ديال القهوه، رائعه. انتما حبيباتي شوفوا الكيكه كي جات رائعه، اكثر من رائعه. جربوا الوصفه وردوا عليا الخبر.